الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، يسعدني في البداية أن أحييكم ورحب بكم في الدوحة للمشاركة في مؤتمر السياسات العالمية التاسع. لعلنا ندرك جميعا أن عالمنا المعاصر يعيش مرحلة غير معهودة، يزخر بالتحديات الجسيمة التي تواجه الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في ظل استمرار اختلال النظام العالمي الذي يعاني من ازدواجية المعايير في معالجة قضايا الشعوب. السيدات السادة والضيوف الكرام، نحن ندرك أهمية القضايا والموضوعات التي حوتها محاور هذا المؤتمر بالنظر إلى المتغيرات السياسية التي يعيشها العالم، ومن بينها ما يشهد الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن. لذا فإننا ننظر إلى النتائج التي ستنتج عنها مناقشتكم بقدر كبير من العناية لتحقيق الهدف المنشود في هذا المؤتمر من أجل دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في العالم. وفي الختام أكرر الترحيب بكم في الدوحة متمنيا لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.